رشا، وصلنا كمان لمساحة جديدة نفسية من مساحات صباحنا غير، ورح نحكي عن موضوع التعلق العاطفي. قديش بنشوف أشخاص وخصوصا هيك بمرحلة المراهقة أو حتى الحب بيتعلقوا ببعض الأشخاص كان للدرجة. حبيبين كان أصدقاء، حتى في تعلق عاطفي بين الأصدقاء بين الأبوين الولد والأب وبين الزوجين، وهي يمكن أنا بشوفها حسب خبرتي حسب نظرتي انه هي الاصعب بالحياه، يعني كونه فيها خسارات كثيره. صحيح، بيقولوا لك كل شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده. بيقلب ضده. رح نحكي اكثر عن موضوع التعلق العاطفي، ويا ترى هو حاله صحيه، كيف ممكن نحن نسيطر عليه، ولا لا هو حاله طبيعيه بتنتج نتيجه تعلقنا بالاشخاص وحبنا الزائد لهم. رح نحكي كل هاي التفاصيل مع رائده بعقر المدرسه والاخصائيه النفسيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباحك حب بدون تعلق. الله يبعد عنا التعلق جميعا. دائما بتحسي الطرف المتعلق بالطرف الاخر عم يظلمه، متهم. اليوم انا وقت بتعلق حب حدا عاطفيا بتمنى انه يبعث لي نفس المشاعر، نفس المستوى من الحب، نفس المستوى من التعلق. الطرف الثاني تفكيره غيري، فانا بتهمه بالانانيه، انه انت اليوم ما انك عم تشعر فيني، انت اليوم ما انك عم تقدر هذا الحب لإلك. بالعكس بجوز هو بيحبني اكثر بس بطريقه ثانيه. خلينا هيك اليوم من خلال وجودك معنا نعرف شو هو هذا التعلق العاطفي، ونروح بعدين لنحكي بالاسباب والانواع. اول شيء يسعد صباحكم، قلنا الله يبعد عنكم التعلق، لان التعلق بالنهايه لرب العالمين. التعلق هو اني انا اعلق حياتي، مبادئي، احلامي، سعادتي، كل شيء بهالحياه، اني انا اعلق حياتي رهن بشخص ما، بشكل عام، بشيء، بولد، بدفتر، بمعتقد، الى اخره من هالامور، سواء كانت المعتقدات او هالامور هاي اللي انا عم اتعلق فيها ماديه او معنويه، فانا بكون رهينه لها، فبالتالي رح ينجي عندي اعراض كثيره، اعراض نفسيه، توتر، الام مثل ما قلتي حضرتك، زعل، رعب، خوف، ممكن يكون عندي على السبيل النفسي اني انا بكون بحاله نفسيه تودي فيني للاكتئاب، ممكن هذا التعلق يؤدي فيني طاقيا اني انا اخذ طاقه سلبيه، وبالتالي انا ادي الى حاله سلبيه سيئه اجذب المزيد من هذا التعلق. اذا للتعلق اعراض كثيره واسباب كثيره، فاليوم نحن اهم شيء انه نعرف انه للتعلق ما بصير نتعلق بشيء، كل ما تعلقنا بشيء انقلب ضدنا، اي شيء بنتعلق فيه زياده عن اللزوم نختبر فيه بالحياه. فلذلك للتعلق مثل ما قلتي حضرتك في انواع كثيره، نحن اليوم انا حصرا راح احكي عن التعلق العاطفي يلي هو الفرق بين الحب الاول، خليني يميز، والتعلق. طيب شو الفرق بيناتهم؟ خلينا نحكي. كثير عال، نحن كثير بمراحل كثيره بنحس حالنا نحن عم نحب وهو ليس حب. الحب ان يكون انا بسلام، بامان، باطمئنان، بهدوء، بسلام، بمحبه، ممتلئ ذاتيا، مكتفئ ذاتيا. اما المتعلق بنحسه متوتر، مضطرب، اناني، محتكر الشخص الاخر، اليوم ما حكاني، اليوم ما رن لي، اليوم كذا، اليوم كذا، دائما انا في استنفاز صبري، في استنفاز وعلاقه استفزازيه جدا. نحن الحب بيعطينا طاقه ايجابيه، بينما التعلق بيعطينا طاقه سلبيه، فالتعلق هو عباره عن ماصي طاقتنا، فما بصير نحن نتعلق بالاشخاص، اذا لازم نتعلق، نتعلق بروحنا ونتعلق برب العالمين. فكتير في فرق بين الحب وبين التعلق. طيب اليوم بتشوفي انه الاشخاص العاطفيين بالحياه، بتشوفي حدا بتحسي انه هو حدا عاطفي كثير، وحدا ممكن يحب اكثر من الانسان العاطفي، ولكن كمظهر وكتعامل خارجي هو بعيدا تماما عن العاطفي، بتقولي عنه انه هذا الانسان قاسي، ما عنده مشاعر، ما عنده كذا، ولكن هو بجوز لحظه بتبكي. اليوم قد ايه هدول الشخصيتين لهم علاقه بالتعلق العاطفي؟ تماما. هلا نحن لازم نعرف ليش نحن بنتعلق، وشو ليش انا بتعلق بشخص، بمكان، بشيء. من اسباب التعلق هو انت بتكون عندك نقص عاطفي، انت بدك تعبي هالنواقص العاطفيه بشخص ثاني، ترمي قيمتك وحياتك وراحتك عليه. في حال ما كان موجود معناته انا راح موت، لازم يكون موجود بحياتي والا انا بموت. معناته الكبت يلي انا تربيت عليه من الطفوله بدي فرغه بنواقص ثانيه، فبدي فرغه مع اشخاص ثانيين، هذا ما بيقديني اني اتعلق. فهذا التعلق كثير صعب، في عندك تعلق قلق، حتى وانت عم بتحبي بضلك خايفه عليه، رح يتركني، انت معي، ما بعيش من دونه، ما بعيش من دونك كذا، ولك وانت معه. امرار كثير في تعلق النرجسي،
بيؤدي اني انك تكرهي الشخص اللي انت بتحبيه. تخيلي هذا لغز كتير كبير، هذا من أسوأ انواع التعلقات. يا ريته يموت وما حدا ياخده، صدقوني يا ما بسمع انا من البنات ان شاء الله يموت المهم ما حدا يروح لعائله. عاده كثير التعلق بيؤدي الى مراحل كتير متدهورة من حياتها، حتى أمراض بيؤدي إلى الانتحار. فنتيجة التربية الغير صالحة، نتيجة أني أنا مني واثق بنفسي وبقدراتي ومواهبي ونفسي الذاتية اللي الله عطاني إياه أنه أنا ميزني، فهي كتير من تعرض لإله، وهذا اللي ما بيؤدينا مثل ما قلت حضرتك من ميز بين التعلق وبين المحبة. كنا بنحكي عن التعلق كحالة مرضية إذا بدنا نقول أو اضطراب نفسي، خلينا نحكي شو تقنيات العلاج اليوم للتخفيف من هذا هاي حالات التعلق اللي عم تكون بالأشياء أو بالأشخاص؟ طبعا عندي تعلقات كثيرة، وهون يعني أكثر شيء العاطفي والفقد، الله يبعده عنا الفقد، يعني أنت بتفقدي أبوك أخوك لا سمح الله، هذول كثير بيعملوا آثار. أول شيء لازم اتقبل هذا الشعور وحلله وأعرف ليش أنا عندي هذا التعلق. أقعد مع نفسي هيك، أعمل استرخاء، أعمل تأمل، يا ترى أنا هذا التعلق ليه؟ إن كان موجود إن ما كان موجود، الحياة ما رح توقف، الماضي مضى والحاضر موجود، طب ليه أنا عم بخاف من المستقبل؟ لازم أنا حرر حالي وحرر مشاعري، فكر، اتعلم، سامح، اتقبل وسلم أمري لرب العالمين. ما بصير أنا أتعلق، أي شيء متعلق فيه زيادة نختبر فيه في الحياة، صدقوني نختبر فيه مرات وتكرار حتى ما نرجع نتعلق، لأن التعلق لازم يكون التعلق بالطاقة المركزية اللي هو رب العالمين. ممكن أنا أكون متعلق أعمل صورة ذهنية عن حالي، طيب بعد ما أعمل استرخاء وتأمل قول أنا ليش متعلق؟ ليش ما برسم صورة ذهنية عن نفسي؟ أنا متفائل، أنا مكتفي بذاتي، أنا جميل، أنا إلي قيمة، أنا أكتفي بحالي، أنا مكتفي برب العالمين. هي الصورة الذهنية على 7 أيام بتصيري ها رح تقربي شوي من النسيان، لأنه العقل اللاواعي بنعتمد على الصورة الذهنية. فكتير عندي طرق ممكن أعمل أنا حول هاي الطاقة السلبية إلى طاقة حركية. أنا بلاقي حالي كتير متعلق، بحاول فرغ هاي الشحنة. بوس ولد قد ايه اليوم الفراغ مو العاطفي، الفراغ في الحياة بيعطي مساحة لهذا التعلق العاطفي، وبيعطي مساحة أنه أنا أضل ملاحقة شريكي رفيقتي أخي اللي هو، لأنه أنا اليوم ما عندي شيء أعمله غير أني أنا ألو وينك، ما بعت مسج، ما رديت على المكالمة، ألو مع مين، بتكبر القصة بتكبر القصة، بتصير هالتواترات. أنت عم توجهي الطاقة السلبية بمكان غير مناسب، فبالتالي الكون إذا أنت مت لحالك عملتي توازن ووقفتي رح الكون هو يوقفك، يلي أنت ما بتفارقه رح يفارقك. هذا قانون لازم نحن نعرفه، أهم شيء من التقنيات نعرف هذا القانون. لازم يكون عندنا توازن، حل وسط، لا تزيد الأمور عن حدها ولا تنقص عن حدها، وإلا بتقلب ضدك. هذا شيء صحيح. هلأ دائما بعلم النفس في 3 أسئلة احنا بنسألهم لحالنا، يعني خلينا نقول اختبار كل شخص بيسألهم لنفسه ليعرف اذا هو اليوم متعلق بالشخص الطرف الاخر بغض النظر عن نوع العلاقه او لا. خلينا نحكي بهدول الاسئله. هلا بحاول انا اقعد مع نفسي بشوف انا يا ترى عم برجع على الماضي، عم برجع بتذكره، عم يرجع صورته. لازم افصل تماما، اقعد مع حالي وما اتذكر اي شيء، اي شيء بيربطني فيه. لازم اكون انا قويه كثير وارجع اعمل ثقه بنفسي. لازم احرر، قوم بشغلات كتيرة إيجابية بحياتي، أعمل أحلام صغيرة بحيث أني أنا اتراجع عن هذا الشيء وغطي هالفجوة وغطي هالفراغ العاطفي اللي هو عم يجرني لأماكن مانا صحيحة بالحياة. وبرجع بقول أنه التعلق كتير صعب بالحياة، لأنه هو الحياة بالحياة بالحالة العادية رح تمشي، ما رح توقف لا عند الشخص ولا عند المكان. فأنا خليني أترك مساحة إيجابية لحياتي وقوم بأحلام جديدة، أهدافي، حياتي، رياضة، مشي، رقص، أي شيء أنا بقدر فرغ هاي الطاقة بحيث أني أبعدها وجهها للطريق الصحيح وليس للطريق اللي أنا بيأدي فيني للتهلكة والضياع. تمام. أيضا كمان إذا عم نحكي بموضوع التعلق العاطفي، في علاقة هي بغريزة الأمومة، تعلق الطفل بأمه بفترات معينة. أكيد. بتكون أكيد كل الأطفال متعلقين بأمهاتهم، ولكن بتكون بدرجة كتير زائدة عن حدها. خلينا نحكي اليوم كيف الأم ممكن تضبط هاي حالة التعلق؟ هلا التعلق بالطفل اكيد هو الحق على الام بالنهايه، لازم انا ما اعلق حتى ابني فيني، يعني اول ما يبلش يوعى
هو اوكي اول فرح لازم تعلقي فيه لحتى تسيريه كذا طبعا. لكن فيما بعد لا، لازم تحطي حد لهذا التعلق، لانه بعدين رح تنصدمي، رح يوم من الايام ما بنعرف شو بصير معنا، يمكن يفقد امه، يفقد ابوه، يفقد كذا. لازم هي تخلي حاجز مسافه، او حتى عفوا ما بيرضى مثلا يروح على الحضانه، ما بيرضى يطلع مثلا يلعب مع حدا، ما بيقدر يعني ما بيرضى يفارقه، لانه هي تماما. لانه هي دربته وعلمته على هالمنهجيه هي، لازم نعلمه على منهجيه الاستقلاليه. من اسباب هي التعلق انه ما عندهم استقلاليه، عندهم اتكاليه من هن صغار، انه امهم تعمل لهم الاكل، امهم تشربهم، امهم ما بصير هذا التعلق. لازم نحن نحاول نبعد قدر الامكان تعلقنا باي شيء بالحياه، لأنه رب العالمين بيقول لازم نتعلق فيه له وحده، ونحن باختبار بالحياة. فإذا كان هذا الاختبار مو ناجحين فيه، صدقيني مثل ما قلت لك رح نرجع نعيد الكرة مرة تانية مع أشخاص تانين. عم نحكي قدي الطرف الثاني اليوم، عم نحكي عن تعلق المتعلق، كمان الطرف الثاني قدي هو عم بيعيش حالة ضغط، وقت اللي بيعيش تحت هذا الضغط بحجة الحب، أنه أنا لأني بحبك أنا عم أتصرف بهذا الشكل. واليوم اللي عنده حالة تعلق عاطفي زايد قد عم يخسر بحياته، يعني هو راهن حياته كله كرمال هذا الشخص، يمكن عم يضحي بمستقبله، بأحلامه، بكل طموحاته كرمال يرضيه، بفرغ حاله تماما، وشخص ثاني ما بده هيك. اليوم كيف نحن قادرين انه نوازن بالمؤسسة الزوجية؟ واليوم الزوجي المفروض تعرف انه الزوج هو مكمل وليس اساسي بالحياة. انا اليوم مو ضروري اترك شغلي كرمال اتفرغ، ومو ضروري انا انسى كل شيء كرمال الحق وين انت وين عم تروح. تماما، نحن يعني قلنا في فرق بين الحب والتعلق. انا وقت بيكون في ثقه وفي اطمئنان وفي سلام وفي موده وفي تبادل، هذا اسمه التعلق الامن. صدقيني رح يكون في تجاوز لهي الامور. طرف ثاني كيف بده يساعد؟ طرف بده يساعد بالتفاهم، يعني اي مشكله من هذا النوع لازم نحن نقعد نعرف، هذا اسمه التعلق البسيط. يعني إن أنا أعرف ليش أنت متعلق، أوكي التعلق الطبيعي طبيعي، لكن وقت بزيد عن حده لازم أنا أحط حل المشكلة. أمرار كثيرة ما بتكون التعلق بسبب أنا متعلق، بيكون بسبب الآخر. فنحن هون لازم نميز أنه نحن نقعد ونحل المشكلة، نحترم شعور بعضنا على الأقل، ما نعمل نحن ند بالند، يعني أنت عم تحكي هيك لا أنا بدي أحكي. هون صار في قلق، العلاقة صارت فجوة. لازم كثير مهم اليوم هذا الانسجام والحوار، لنوصل اليوم لحل نقدر نخفف، ولكن كثير صعب انك تجرحي شخص يحبك، كثير كثير صعب. واذا انكسر بده يصير عنده ندبة بنفسه، واصعب شيء هي كسر القلوب. صدقيني ما في اصعب منها، اوكي بنطلع منها لكن ممكن نتعلم منها درس، بس بتأثر انه ما نمسك هذا القلب الغالي، نعرف وين عم نحطه. بالختام بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا المدرسة الرائدة باكر على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها.